دكتور، طب احنا سمعنا كتير من سادة الاطباء وبعض المنشورات على الفيسبوك بتقول ان في ادويه بتستخدم، وناس كتير جريت على الصيدليات بدات تشتري من الادويه دي. في الحقيقه ده تصرف خاطئ، تصرف خاطئ من الزميل الطبيب اللي نشر حاجه لازالت في طور الابحاث ونشرها على العوام او الناس العاديه. التصرف الخاطئ كمان من الناس اللي جريت تشتري ادويه لسه ما تمش اختبارها وما تمش التصريح بيها كادويه تنفع لعلاج الكورونا فيروس. وبالتالي احنا لغايه النهارده ما عندناش دواء معتمد من الهيئات العلميه المحترمه اللي تقول ان هو بيعالج لي الكورونا فيروس. انما البروتوكولات العلاجيه اللي احنا بنستخدمها في المستشفيات دي بنستخدمها مع المرضى اللي عندهم الالتهاب الرئوي اللي بيحتاجوا احيانا يتحطوا على جهاز التنفس الصناعي. حابب اكد على حضراتكم على نقطه مهمه قوي، مش اي دواء اسمع عنه على السوشيال ميديا اجري واروح اجيبه واخزنه عندي احتياطا، لان ده تصرف خاطئ. حضرتك بتاذي ناس مرضى حقيقيين بامراض مناعيه خطيره ومش لاقيين الدواء بسبب تصرف حضرتك. الحاجة الأهم من كده إن كل الكلام اللي بينشر حتى اللحظة ما هي إلا دراسات، دراسات بتتعمل في كل دول العالم عشان يتم اعتماد دواء معين في حالات مرضية معينة، مش الحالة اللي ممكن تيجي لحضرتك زي أعراض نزلة البرد وبس. إحنا بنتكلم في حالات مرضية ومضاعفات بتحصل من الفيروس هي اللي بينفع معاها الأدوية دي، أو هي اللي بيتجرب إنجاز التعبير حتى اللحظة بيتجرب معاها الأدوية دي فقط.